بشتاق لك يا سهل الزبداني، بشتاق لك يا بلدي. الله يفرج عنا يا رب ونرجع لبلادنا. إخوتي وأحبتي في كل مكان، أحببت اليوم أن أشارككم في هذه التجربة الفكرية الممتعة التي خطها مع هذا الكاتب ومع هذا الكتاب. الكاتب اسمه إدوارد ريني دو لابولاي، الذي ولد في باريس في 18 يناير كانون الثاني 1811، وتوفي في 25 أيار 1883 في باريس. كان رجلا قانونيا فرنسيا وشاعرا وكاتبا ومناهضا فعالا ضد العبودية. يذكره الناس على أنه العقلية الفكرية التي أبدعت فكرة تمثال الحرية في ميناء نيويورك، وكان يقصد فيها بهذه الفكرة أنه يعطي تأملا للناس أنه معجب بالطريقة التي يحياها الأمريكيون. كان هو من المناهضين لنابليون الثالث، وفكرته هذه حولها صديقه الناحت فريدريك أوغست بارتهولدي إلى حقيقة. لابولي كان بروفيسور في علم القانون المقارن في جامعة فرنسا، ثم انتخب إلى المجلس الوطني ممثلا دائرة السين. ثم كان نشيطا في محاربة الملكية وفي تأسيس الجمهورية الثالثة، ثم انتخب كعضو مجلس الشيوخ مدى الحياة. لابولي كان رئيس جمعية مناهضة العبودية الفرنسية، الجمعية الفرنسية لمحاربة العبودية والرق، وكان دائما من المراقبين للسياسات في الولايات المتحدة، وكان معجبا بدستور الولايات المتحدة، وألف كتابا من 3 مجلدات عن التاريخ السياسي للولايات المتحدة. نعم، ولابولي كما قلت لكم كان شاعرا أيضا، وكتب كتابا اسمه عبد الله أو النفل ذو الوريقات الأربعة. أما قصتي مع هذا الكتاب فهي قصة عجيبة قليلا. فأنا كنت دائما أدخل على موقع على الإنترنت حيث أصطاد هذه الكتب القديمة باللغة السويدية، وخصوصا المؤلفة في النصف الثاني من القرن 18.
الثامن عشر هنا بنقصد بالسويدي نصف القرن التاسع عشر باللغة الإنجليزية يعني، أو كما نقول بالعربي. أنا يعني أحب اللغة التي ألفت فيها هذه الكتب، اللغة السويدية القديمة، يعني قديمة قليلا. وشاهدت في هذا الموقع الذي اسمه تراديرا، وهو موقع الآن مملوك لإي بي، الموقع المشهور في العالم الذي يستطيع المرء أن يشتري فيه أشياء أنتيكة ومستعملة وكتب قديمة وتراثية وهكذا الأشياء، يعني مخطوطات وهكذا. المهم هذا الكتاب لم صغير هكذا، قلت ما اسمه عبد الله أشتريه. اشتريت ذلك الكتاب، وعندما أتاني البيت وجدته هكذا قطع صغير، فتحته ورقه أصفر وهو مطبوع يعني كما قلت لكم بعام 1800 يمكن و50، ومترجم طبعا من اللغة الفرنسية إلى اللغة السويدية، ولكن ترجمة رائعة، أدبية رائعة، من أروع ما يكون. المهم الكتاب كان ممتعا جدا لي، دهشت بلغة الكتاب والأدب المكتوب به هذا الكتاب، والقصة الجميلة التي تحكي قصة رجل شهم عربي أعرابي بدوي يعني، قمة في الأخلاق والرجولة والشهامة. والكاتب فيه عندما يتكلم عن الإسلام، يكون هذا الكاتب الفرنسي عندما يتكلم فيه عن الإسلام يعني يقول حقيقة كما هو الإسلام، لا يزور ولا يغير، يتكلم عن الإسلام من حيث يعني صفات المسلم الرائعة، الدين هذا العظيم، يتكلم عن القرآن، يتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم بأسلوب جميل وحيادي دون أي تحمل. يعني أنا استمتعت في ذلك الكتاب بشكل يعني حقيقي بكل معنى الكلمة. الكتاب اسمه كما قلت لكم عبد الله أو النفل ذو الوريقات الأربعة. النفل هو نبتة اسمها كلوفر، وهي توجد يعني في الحقول في سوريا وفي كل دول العالم، ولديها بالعادة ثلاث وريقات صغيرة هكذا. لكن هم يقولون أن من يجد النفل ذو الوريقات الأربعة فسوف يكون محظوظا. ولذلك كما تشاهدون في يوم من الأيام اشتريت هذه الشكلة، وجدتها في أيضا في سوق للأشياء القديمة، فذكرت هذا الكتاب الذي قرأته فاشتريتها. وكما تشاهدون على أحدى وجهيها مرسوم هذه الوريقات الأربعة لهذا نبات النفل أو الكلوفر، وعلى جهة الأخرى مكتوب لك معناتها السعادة أو الحظ. عبد الله هذا البدوي كان يبحث عن هذا لعله يجد هذا النفل الذهبي ذو الوريقات الأربعة. ثم مر بقصة درامية رائعة، وكان في كل نهاية مرحلة من هذه القصة الدرامية الإنسانية الرائعة كان يجد وريقة من هذه الوريقات، وكانت ترمز في القصة إلى فضيلة من الفضائل، أي أنه وجد في نهاية القصة أربع فضائل هي الكنز الحقيقي وهي السعادة الحقيقية. ممتع جدا، وخصوصا هذا المكتوب باللغة السويدية القديمة، وأنا لم أقرأه باللغة الإنجليزية، ولكنه موجود أيضا باللغة الإنجليزية مجانا على الإنترنت على مواقع مثل archive.org، ويمكنكم إن استطعتم قراءته وتدركون لماذا أنا استمتعت به. على كل حال اليوم صدفة وأنا أشاهد أنا أقرأ الأخبار، وجدت هذا الخبر على صفحة علمية أمريكية يتكلم فيه هذا الرجل الذي يعمل في مجلة Scientific American عن كيف يساعدك العلم على أن تجد ورقة الكلوفرز ذات الوريقات الأربعة، بناء على طرق إحصائية وبناء على طرق يعني، ومجرد يعني يريد أن يعني يرينا أهمية العلم وكيف أن العلم يساعد الإنسان على إيجاد ما يبحث عنه.
والله أنا اليوم يعني كما تسمعون متعب قليلا، ولكني مع ذلك أردت أن أشارككم هذه الفكرة وأن أتمنى لكم كل المتعة وكل السعادة وكل الخير، ولكم مني كل التحية إخوتي الأحبة، والسلام عليكم.